هو ده اللي لحد النهارده فن ومكسر الدنيا على السوشيال ميديا بقاله يومين. ايه هو؟ الفلتر الباكي. يعني ايه الفلتر الباكي بالطريقه دي؟ يعني اخترعوا فلتر يتحط اللي يخضك انه مش على الصور، لا ده في الفيديوهات، يعني بيغير ملامح وشك في الفيديو. فاكرين زمان لو كنا بنقول في حاجه بس اسمها فوتوشوب؟ دلوقتي بقى في حاجه اسمها فيديو شوب، والدليل اللي انا هوريه لكم اهو. الراجل ده وشه اهو، بصوا مكتئب كده ويبدو انه باكي. هات بقى الفيديو الاصلي. لا ده برضه باكي. لا وانا هقول للناس بقى الحقوا فهمتوا ثانيه احنا هنهزر. المهم يعني انه الراجل ده وشه كده، هو بياكل ومبسوط وبيضحك، بس الفلتر محطوط على وشه انه هاتوا يا جماعه حاجه تبين قوي، يعني مثلا فرح، عيد ميلاد، مش عارف ايه، هاتوا حاجة تبين الفكرة اللي احنا بنقولها عشان الناس ما يدعوش بس ان انا جالي خلل. يعني سيبك من نادي الفيديو، هات الفرح بتاع الفرح اللي هو عادل وراهولي، هو ده اللي يبين قوي العريس والعروس وهم بيكتبوا الكتاب وفرحانين، والفلاتر محطوطة عليهم فيبان ان هم بيعيطوا هم بيكتبوا الكتاب، فمحطوط عليهم مزيكا مؤثرة والهم نداني ومش عارف ايه وبتاع. لكن في النهاية العريس والعروسة ربنا يهنيهم وكانوا اسعد اتنين وقت كاتب الكتاب. هنجيب لكم الفيديو دلوقتي عشان تاكدوا من الفكره، عشان الراجل اللي كان بياكل ده ممكن فعلا كان بيعيط لان الاكل كان مملح او مراته مبوظه، مش قضيتنا. هتجيبوا الفيديو النهارده ولا نعمل ايه؟ طيب ايوه، ما انا هخش في موضوع تاني ولا اعمل ايه؟ طيب هي الفكره في كده انه الفلتر ده ما اعرفش مجدد الناس ليه، يعني من ساعه ما نزل وكل الناس بتستخدمه وابتدت تحطه طول الوقت على فيديوهات، يا اما ليها يا اما لناس يعرفوهم وينزلوا لهم الفيديوهات، يا اما لشخصيات عامه يجيبوا مشهد مثلا لكريم عبد العزيز من فيلم وهو بيضحك يقوموا مركبين عليه البتاع وحاطين عليه مزيكا تاثيريه او اغنيه ليها علاقه بالكابه وبتاع، فتحس انه الموضوع فعلا بجد وفي عياط ونكد رغم ان الموقف ما فيهوش كده خالص والشخص هنا بيضحك. عشان كده قلت لكم انه حتى اللحظه دي، حتى اللحظه دي فن. يعني ايه؟ متعه، تسليه. ايه يا الله، ايه رايك في النكته دي؟ ايه رايك وانا بخليك بتعيط بدل ما بتضحك؟ لو عشان انا بقول لك حتى اللحظه عشان ما يبقاش في بكره استخدام سيء فيقول لك تامر امين قال على الموضوع ده فن، لو تم استخدامه بشكل يمثل انتهاك لحرمه او حريات وخصوصيات الاخرين يبقى جريمه، لو استغل لتشويه بعض الناس او لابتزاز بعض الناس جريمه، طول ما هو نكته لطيفه تمام، تأذي بيه حد جريمة ويعاقب عليه بالقانون. الفيديو معانا هوريه لكم عشان تبقوا متأكدين من صدق كلامي. ادي العريس والعروسة اهو، بص العريس بيكتب والعروسة بتكتب، بصوا في عروسة بتكتب الكتاب وهي بتسح كده وهي بتعيط كده ودموعها دموعها بتسح من عينيها كده، العروسة دي بتضحك والعريس ده وضحكته كانت جايبه من هنا لهنا، بس هم عملوا لهم فيديو كامل طول الوقت كانهم بيعيطوا بسبب الجواز. بص وشه قال يعني حزين وهو بيرقص، في حاجه اسمها كده؟ لكن اولا مليون مبروك للعريس والعروسه دول وربنا يهنيهم ويتمم لهم بخير ويرزقهم الذريه الصالحه ويهدي سرهم، وثانيا وثالثا ورابعا طول ما القصه هزار في هزار ماشي، قلبت جد. خبير تكنولوجيا المعلومات الاستاذ محمد النواوي، مساء الخير يا محمد بيه. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير يا ريس. الحمد لله، والله الحمد لله. والله طبعا موضوع السوشيال ميديا ده هيجنني انا شخصيا يا محمد بيه. والله العظيم اتكلمنا في ده كتير يا تامر بيه، ويمكن اخر موضوع حضرتك بتتكلم عليه هو فن وكل حاجه، بس دي جمع بيانات الوجوه لتحديث الذكاء الاصطناعي، كل برامج الوجوه بتندرج تحت هذا المنطلق. جمع تاني كده يا ريس، جمع بيانات الوجه لتحديث الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه. اللي هو يعني يبقى عندك بصمه الوش بالظبط كده، يبقى عنده تفاصيل وملامح للعرق العربي، تفاصيل وملامح لكل العروق والجنسيات. لا وكده ممكن يبقى عنده بصمه وش كل واحد، مش انا تليفوني ده ما بيفتحش غير ببصمه وشي.
مظبوط، طيب كلام سليم. يبقى هو ساعتها السيرفر هيبقى عنده بصمة وشي، يقدر بالظبط يفتح حاجتي من غير ما يرجع لي. دي حقيقة، هو ده الهدف من كل برامج تكبير السن الله وتصغير الله السن الله. والابتسامات، وبتباع بأرقام خيالية زي يبقى ما انا اتكلمت. اسف، انا اسف، بتراجع عن كلامي، ليس فن ومدعموش وبحذر منه. يعني صعب جدا، دي أول نقطة. النقطة التانية برضو اللي حضرتك اتكلمت عليها، السوشيال ميديا دلوقتي أصبحت زي النار في الهشيم، أكتر من الإعلانات اللي كنا بنشوفها على الكوبري، وأكتر من الإعلانات اللي بنشوفها على التلفزيون. زي ما كان زمان، كان لما حضرتك تعمل إعلان في التلفزيون بيقول لك لو سمحت عاوز الأوراق اللي تثبت إن أنت طبيب، اللي تثبت إن صح. منتجك موثق من وزارة الصحة، إن منتجك لا، ودلوقتي موثق. دلوقتي بقى جمعية حالة المستهلك بقى بيجبر في اعلانات التلفزيون تسمع تحت كده مكتوب بتصريح من وزارة الصحة كذا ورقم التسجيل الضريبي كذا. بالظبط. والاكثر ان ده دلوقتي، وفي اخر مره كان لينا لقاء مع مصلحه الضرائب، وكان لينا لقاءات مع جهاز حمايه المستهلك، المفترض ان اي شخص بيتفرج على اي منتج بيعرض على السوشيال ميديا ما شافش تحتيه التسجيل الضريبي الخاص بالمنتج ده، يبقى المنتج ده مضروب من غير ما نراجع وراه. صح، برافو يعني عليك يعني دلوقتي حد بيطلع يا ريس. يعرض، ده انا بقى تسجيل ضريبي ايه ده؟ كانت حاطه الكريم على كرتونه البيض. انت ما ما شفتش للأسف الفيديو؟ شفت طبعا، وعايز اقول لحضرتك ان الحاجات دي بتكون متعبية تحت السلم ومضرة، والناس بتنزل يعني انا حتى وبتصدق. مش مصدق انها مثلا مش واقفه في صيدليه او جنب صيدليه او مثلا في حته كده شكله مكتب او بتاع، لا دي واقفه عند الخضري بتبيع ادويه ومستلزمات طبيه. طب انا هفترض مع حضرتك ان المنتجات دي سليمة، هل طريقة التخزين اللي هي بتعرض بيها المنتج وأشعة الشمس المباشرة اللي متعرض بيها المنتج، لو أي حد في المجال الطبي يقول لنا هل يا ريس يجوز عرض؟ انت واصل لحته ثانيه. افترض ايه اللي سليمه؟ ده انا متاكد ان البيض لا اللي لا كان لا، أنا تحتها فاهم، اساسا كلنا ممشش. متأكدين، إحنا بنتكلم بدماغ الناس. ده انا مستغرب انهي بني ادم اللي يصدق الكلام ده ويديها عقله. للأسف للأسف الناس بتصدق، الناس بتصدق وبتصدق حاجات غير منطقية، وبتصدق إن أبو الهول غمض عينه، وبتصدق إن المنتجات دي منتجات طبية، وبتصدق حاجات غريبة جدا. الوعي 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 للأسف مش عايز أقول إن هو تحت الصفر من الناس. وهنا بنوصل للصحة بقى، فيديوهات عن أكل بيتعمل في أماكن غريبة، فيديوهات عن منتجات طبية بتتعمل في، والعشبة اللي بتخسس، والعشبة اللي بتتخن، اي والعشبة اللي والله بترجع الناس شباب، حاجة. والكركمين اللي بيخلي البوصة تبقى عروسة. الناس إزاي بتتقبل ده؟ أنا مش قادر أفهم. السوشيال ميديا عالم افتراضي، مش عالم تقدر ترجع فيه انت لحاجة. معايا يا دكتور في الجمله اللي انا قلتها، ان انا السوشيال ميديا بالنسبه لنا تسالي فقط لا غير. السوشيال ميديا هي تسالي ل 80% من السوشيال ميديا، إلا المواقع الموثقة والمعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وحتى رقم تسجيلها ودول وحتى كل قليلين. حاجة، قليلين جدا لا تتخطى نسبة 10%. تمام. فهي فعلا تسالي، ولازم مش كل حد. انا دلوقتي بكاميرا موبايل حضرتك تقدر تقنع الناس بأي حاجة، بس صحتكم بقى، احنا وصلنا هنا للموضوع صحيا. صح، عندك حق عندك حق. يعني لما بنشتري مثلا بنطلون او تيشرت ويطلع مش مظبوط، خلاص عليه العوض ومنه العوض، انما الصحة ما فيهاش عليه يبقى العوض ومنه نصيحتك العوض. يا محمد بيه للناس انه لا تشتري ولا بتبيع ولا تصدق اخبار من على السوشيال ميديا، الحاجات دي مظبوط، مكانها المصادر الموثوقة الرسمية فقط. ولازم نعتبر زي ما حضرتك قلت، السوشيال ميديا بيسمى عالم افتراضي، يعني عالم غير واقعي وغير حقيقي بالمرة بنسبة 90%. احسنت. فرجاء رجاء رجاء زي ما حضرتك بتقول، الناس تخش تتفرج على السوشيال ميديا، تتفرج على فيديو لطيف لفنان لطيف وتضحك، تتفرج على ايوه خبر لقناة موثوقة، تتفرج على فيديو لحد بيتكلم على خبر من النيابة العامة، من وزارة الداخلية، من المصادر الأساسية للحكومة اللي بتكون قنوات شرعية بتوصل معلومات بشكل سريع للناس، لكن مش مصدر للتسوق جيد خالص. خصوصا في المنتجات اللي ليها علاقة بالصحة او التجميل او الطب او ما أو الى ذلك. الأكل أو الأطفال أو الكلام ده. احسنت، ربنا يخلي حضرتك إنك بتسلط الضوء على الحاجات دي، لأن الناس فعلا شكرا جزيلا يا دكتور. منطلقة. وشكرا لحضرتك جدا انا يا اللي فندم، بشكرك. شكرا جزيلا محمد النواوي، خبير تكنولوجيا المعلومات. ربنا يعافيني ويعافيكم من شر المستخبي، واتضح ان كتير من المستخبي اتضح انه مستخبي في السوشيال ميديا، فما تدعبس انت في نفسك وتطلع من المستخبي لانه هيتعبك.